عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نودينا محمد من مدرسة ريما العالمية. التعاون في يوم البيئة العالمي طلب المعلم من تلاميذه المشاركة باقتراحات يحافظون بها على بيئة المدرسة. أخذ التلاميذ يفكرون ويتشاورون فيما بينهم، فقال فواز: في المدرسة ساحة واسعة، لما لا نزرعها لتصبح حديقة؟ رد حازم: الساحة واسعة ونحن صغار، فكيف يمكننا أن نزرعها؟ أجاب فواز: لا تقلق يا حازم، فبالتعاون نجتاز الصعوبات ونحقق الغايات. قال المعلم: أحسنت يا فواز، فالتعاون خلق المسلم، وقد أمرنا الله تعالى به في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شكراً.